السلام عليكم. هنشوف مع بعض ازاي نرجستر في ويبينار. بيجيلي الدعوة بتاعت الويبينار على الايميل او على الواتساب وفيها لينك التسجيل. بندوس على اللينك ده هيفتح لنا صفحة التسجيل. لما بتفتح صفحة بنعمل سكرول لتحت عشان تظهر عندنا حقول التسجيل. بنبدأ نملأ بياناتنا في الحقول، نكتب الفيرست نيم اللي هو الاسم واللاست نيم اللي هو اسم العائلة، بنكتب الايميل بتاعنا اللي احنا بنتعامل بيه او اللي احنا مسجلين بيه على الزوم، نكتبه مرة تانية للتأكيد علشان خاطر ده هو اللي بيميزنا في الميتنج، فلازم نبقى متأكدين ان احنا كاتبينه صح. وبعد ما بنكتب الايميل بنروح نختار البلد اللي احنا جينا منها، بندور عليها في الليستة لغاية ما بنلاقيها، نعمل عليها كليك. بعد كده بنكتب اسم الشركة اللي احنا شغالين فيها، بنكتب الاسم بالكامل او اختصار مش هتفرق، يفضل بالكامل طبعا. نكتب الوظيفة و كده نكون كملنا كل البيانات. هندوس على زرار ريجستر تطلع لنا شاشة تأكيد التسجيل، فيها بيانات الويبينار، التاريخ والوقت ورقم الاي دي بتاعه ولينك الانضمام. لو جربنا ندوس على لينك الانضمام هيشغل لنا الزوم كلاينت بتاعنا ويحاول يكونكت على الويبينار. لو كان الويبينار لسه ما بدأش هيطلع لنا رسالة تقول لنا ان الويبينار لسه ما بدأش. طيب نفس رسالة او نفس البيانات اللي في شاشة التأكيد دي بتكون جات لنا في ايميل، رسالة ايميل وفيها لينك الانضمام يوم الويبينار. بنروح نفتح الرسالة دي وندوس على لينك الانضمام للويبينار هيدخلنا على الويبينار.